ما تياروني فلق. بسم الله. اليوم غندير واحد الرحله للغابه، غنمشيو في بلاصه فين كيحصدوا الحصاده ونصوروا لكم ان شاء الله. ها هو واحد الوسيله ديال النقل ديالنا، جمعت لنا المتاع. السي حميد، السي دنيا، الحاج المهدي، هذا هو المرافق ديالنا، القيد رقم الجوده، النقل والحمار او الحيوان. بسم الله. شوف من غنطلعوا الله الحاج، الله الحاج. وي اي اي الحاج راه غادي غادي يسوق، يرى السوق الحاج. خير على بركه الله، كنعاونو بيه، كنعاون ربي. اه يا تمازير صافي الحاج، باش الحذاء وسيلة النقل ديالنا عدينا الغابة. يلا الحجاج على بركة الله. شو واحد الكرمة في النقط، سبحان الله، هذه مست الصخر، وهذا الواد، شوف فيه، وهذه حجرة صماء، حجرة كبيرة، وفيها الخضورية، فيها كرمة خضراء، دابا هذه منين كتزود بالماء، سبحان الله العظيم، هذه بورية هذه، كتشرب عام ملي كيجي الواد، شوف كرمة ما شاء الله، غاتكبر مازال هذه، سبحان اللي شق الصخر. وانبت فيه الزرع ما شاء الله. شوف هذه تحفه نادره، صورتها لكم. يلا يعني نكملوا المسير ديالنا، وهذا أليلي. يلا ارحم، يلا دفلا 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 أليلي ضروري. هذه كرمه كبيره ما شاء الله، تاهي في الجنب ديال هذيك في هذا الصخر، وهي شوف شوف فاكهه الكرم. بسم الله ما شاء الله. باكور حيت كيشرب بزاف. ها تيمار، شوف تبارك الله. ها هادي الدفلة أليلي. هنا النباتات الجبلية، هذا الدوم، هذا هو الدوم، هذا اللي كيصيبوا منه السلال، سلة ديال السوق والكفاعات وكلشي. هذا نبات طبيعي كينوض في الغابة بوحدو في الجبل، هذا هو الدوم. بغيت نعرفكم النباتات اللي كتنمو تلقائي من فين، تلقائي نفسها. كيصيبو الترازات والكاسكيطات ديال الشمس الكبار ديال الحصادة والكفاف والكفاف، هذا هو الدوم. شوف كلشي هذا الجبل فيه الدوم. حنا دابا هنا فواحد فهاد الجبل هذا، كندير واحد لاروندوني، واحد لاروندوني دي لا مارس ابيي، ماشي ثلاثة السوايع حنا غاديين دابا، ثلاثة السوايع برسك، ثلاثة السوايع حنا غاديين مزيان لا مارش. سير الحاج، شوف شوف كرامتي قبل حسن الموقف، اش الحاج هنا حسن، اش هنا حسن صوره احنا فوق ماشي دابا شايف البوله اللي ما ضرباتش كتهضر وكتصور. ها هي واه انا جعت في قد قول لي غير اش من عام غتعلم حتى البورطا البوله اللي ما ضرباتش، انا ضربت راك البوله ما اكل على السي حسن. اه السي حسن هو راك فوق الدحيش مشاور شويه. ها انتما تشوف راه طالعين الجبل، حسن ها هو جاي فوق التحيج، هانتوما تشوفوا الحمد لله نخلق واحد شويه ديال لومبيونس، واحد شويه ديال الضحك، شفتوا الحمد لله. السلام عليكم، كلشي مزيان، حنا غاديين حسن غادي ندو يدرس، عنده واحد شويه الزرع ديالو هنا غندو يدرسو،
قالوا لي جي راسك، الا ما جيتي راسك ما ندرسو لك. دابا كنوجدو الغدا ديالنا في الطبيعة، الطاجين ها هو، شحالنا العواد. وا سي دنيا، السلام عليكم. كلشي مزيان؟ بخير الحمد لله، بارك الله فيك. سمحوا لينا الله يرحم والديك، حنا مضربين مع الضرطة. حنا هنا الطبيعة، هنا فين كيحصلوا الناس. كلشي بخير الحمد لله، احنا في الطاجين ديالنا تبارك الله. الطبيعة يغربي. بسم الله. الطاجين اون بلان اير. الطاجين تبارك الله، ماشي هنا فهم بعدا. نحيل من المعزي ديال الجبل هنا ديال اركان، تبارك الله احسن الخالقين. نشاركوا معكم هذه النظره. هذا الجبل وصلنا ليه على قطعنا واحد المسافه ديال جوج سوايع ونص، هذا وصلنا. جينا من دوك الجبال راه هما قدامكم. ساعتين ونص حنا جايين. غادي يكون ضربنا واحد 8 كيلومتر. 8 كيلومتر تقريبا على رجلينا. كيلومتر ضربنا هنا 98. هنا فين كيحصلوا؟ هذه هي الغابه. من اكادير اللي زكان. راكب على العود. ها انتم تشوفوا تبارك الله. ايه كاع. تبارك الله، نخلقوا شويه ديال لابيونس نضحكوا هكا. الحمد لله خرجنا هذه النزهه باش نضحكوا شويه ونبدلوا الهواء ونسوا كورونا شويه بالزمنة، واخا هي ما بات نسانا. الحمد لله. Thank you.